الأنغام يهدينا. طيب يا أخويا طيب. أشهد الحب ألحان منغمة كم قال فيها من الأشعار شادينا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ها نحن نلتقي فيكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين في برنامجكم أفراح وتهاني، ننقل من خلالها أفراحكم ومناسباتكم في كل مكان في هذا البلد المعطاء في المملكة العربية السعودية. أدعوكم الآن أعزائي المشاهدين إلى أولى فقرات برنامجكم. وإلى هب الهوى
الأخوة الأخوات عريس هذه الليلة فارس ناصر السبيعي، حياك الله يا فارس. الله يسلم طول عمرك، ألف مبروك. الله يبارك فيك فارس، فرحتك الليلة مشاعرك في هذا المساء الجميل وتجمع الأهل والأقارب في حفل زفافك. والله شعوري الحمد لله، شعوري مسرور والحمد لله، الله يوفق بس. الحمد لله، الله يوفق، الحمد لله، التوفيق إن شاء الله. فارس، فارس الاختيار من قبلك ولا مشاركة الوالد والوالدة معك؟ والله من الأهل ومن الأخوان. شيء طيب. فارس، سؤال بسيط إذا ممكن تقدر تجاوبنا عليه، لأني أعرف أنك أنت الآن مستعد لدخول الزفة والحاجات. سؤالي هو، هل أنت من النوع اللي أيد على الحرص على أن تكون معلمة أو مثقفة أو أديبة؟ والله أو ربة منزل؟ والله مو شرط، المرأة اختياري إن شاء الله، يعني اختيار تكون يعني يكون، بس أنها تكون عقلها يعني فكر بالعقل، المرأة شمر العقل. ما نبحرص على أنها تكون مدرسة، أهم شيء أخلاق المرأة بس. عندي المهم مرأة تتحمل مسؤولية المنزل والبيت والأطفال والأبناء في المستقبل. ها؟ نعم. إذن نقول لك يا فارس ألف مبروك، ونحب نطير عليك. وكنك خايف مني يا أخوي، ترى الحين تلفزيون ما نخوف. لا لا عادي، وأشكر الحضور جميعا. شكرا لك يا فارس. الله يسلمك. شكرا لك. لازلنا نتواصل معكم في فقرات برنامج أفراح وتهاني، ومعي أحد ضيوفنا متواجد بجواري، أتعرف عليه. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير، على سهل. تعرف على الوالد صالح بن رجع المطيري. حياك الله أستاذ صالح. نقول أبو إيش طال عمرك بالرجال؟ أبو ماجد. أبو ماجد. أبو ماجد، وأنت تشارك فارس، أولا إيش تحب تقول له من كلمة؟ والله الأخ فارس الحقيقة أعتبره ولد وعزيز، ومشاركتي الحقيقة ودي ما أشارك أنا لوحدي، ودي أشارك أنا وزملاء الحقيقة كان لهم رغبة أنهم يتواجدوا هذه الليلة، ولكن ظروف العمل منعتهم من الحضور. وبارك الأخ فارس والابن فارس بالأصح، وأشكركم الحقيقة على تواجدكم ومشاركاتكم. طيب أبو ماجد، بسألك سؤال، هل أنت من المؤيدين لزواج الشباب في سن مبكر أو متأخر أو في مرحلة معينة؟ لا والله أنا من المؤيدين الحقيقة، وأنا يعني فعلتها في أحد أبنائي، فقد زوجته وسنه صغير، ولمست أنه من الأفضل للأبناء زواجهم في الصغر. نعم.
أعزائي المشاهدين معي الدكتور مبارك محمد الحماد، نرحب فيه ويا هلا فيك دكتور. الله يحييك، شكرا لكم. وإحنا سعداء دكتور بوجودك، وأولا بطاقتك لفارس يعني كمشاركة له يعني هالفرح. الحقيقة الدعاء من القلب للأخ العزيز فارس بالتوفيق والنجاح في حياته الجديدة، وأتمنى له إن شاء الله تعالى الرفاه والبنين في مستقبل إن شاء الله تعالى. إذن هذا بطاقة فارس. إذن بقت إحنا بعض الأسئلة السلكية دكتور. كنت سألت قبل شوية أحد الأخوان قال لي عن الزواج المبكر أنه ممتاز لسن في سن صغير وكذا، من ناحية أكاديمية ومن ناحية علمية ومن ناحية ذا، هل ممكن فعلا أن الزواج المبكر في ظل الوقت الحاضر في هذه الحضارة اللي إحنا شاهدها، ممكن زواج السن المبكر في سن صغير يعني يتزوج؟ الحقيقة في يمكن قبل أسبوع قرأت أحد الأبحاث، سألت سؤال الحقيقة صدفة أني كنت قرأت عنه بعض الشيء. كان أعتقد أحد الإخوان عمل بحث في إحدى الجامعات، فاكتشف من هذا البحث أن الطلاب الذين تزوجوا كانت نسبة التسرب بينهم أقل بكثير من غير المتزوجين. وهذه الحقيقة يعني تثبت بأن، أو ربما يعني نستنبط من هذه الدراسة، بأن الزواج المبكر يساعد المرأة على الاستقرار، ليس فقط الاستقرار الحسي بل حتى الاستقرار المعنوي الذهني، بمعنى أنه يمكن يكون أكثر تركيز على الدراسة، أكثر استقرار، أقل خروجا، أقل يعني أقل في الارتباطات المتعددة. مثلا ربما ارتباط البيت يزيد عنده، لكن الشاب الذي ليس له ارتباط في البيت ربما تنشأ لديه ارتباطات متعددة، ارتباطات كثرة الزملاء، كثرة الروحة، كثرة الجية، ربما ينشأ عنده من هذا ارتباطات، وبالتالي ضيع الوقت، وبالتالي تشتت الذهن، وربما أدى هذا في الواقع إلى ربما التسرب. وهذا يعني ما أكده البحث اللي ذكرته، أن نسبة التسرب بين غير المتزوجين أعلى منها بين المتزوجين. فالزواج المبكر طبعا هذا حتى في شرعنا الحنيف وفي ديننا يحض على الزواج المبكر، ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ونعرف أن الصحابة وحتى أبانا وأجدادنا يعني في عهد قريب كانوا يتزوجون مبكرا. وأنا الحقيقة من دعاة أو من الذين يعني نعم ينادون بالزواج المبكر قدر الإمكان. دكتور في سؤال بس خلينا مع الفاصل ده، فاصل الآن أعزائي المشاهدين ونعود لكم مرة أخرى. لك يا دكتور ثاني مرة ونسألك السؤال الأخير. طيب هل ترى تقارب في المستويات العلمية بالنسبة لبعض الشباب والفتيات، يعني في من يتشرف أنها تكون معلمة، ومن واحد يبغاها مثقفة، وواحد يبغى ربة منزل، كيف ترى هذه التركيبة بالنسبة، وخاصة في بعض الشباب لا يصل إلى المؤهل اللي يمكن يصل للمرأة، أو المرأة لا تصل المؤهل الذي يصل إليه الرجل؟ والله أعتقد أنه بدون شك أن التقارب، وليس بالضرورة التقارب في المؤهل أو حتى التقارب في المستوى المعيشي أو حتى التقارب في مثل ما تقول يعني السن، هذا متفق عليه، لكن أعتقد أنه الأهم هو التقارب النفسي والفكري والارتياح، ارتياح كل من الطرف، كل طرف من للآخر. مسألة وجود علاقات زوجية كان فيها الزوجان مختلفين إما في التخصص أو مختلفين في المهنة أو حتى مختلفين في المستوى التعليمي، بمعنى أنه قد يكون الزوجة أو الزوج أعلى أو أقل في المستوى التأهيلي، أعتقد أن هذه يعني مسائل يجب أن نتجاوزها.
القضية الأساسية التي ترتكز هي على التقارب في القبول، التقارب النفسي، التقارب الفكري، طريقة التفكير، أسلوب الحياة، يعني ماذا أحب وماذا أحب وماذا تحب، ماذا يحب الشاب وماذا تحب الشابة. أعتقد هناك مجموعة كبيرة من العوامل ربما لا يعني لا نحبذ حصرها في فقط المؤهل أو المستوى العلمي. نعم. وهذا مهم جدا حقيقة للمجتمع أن ينظر إلى هذه القضية. نعم. لأنه يعني ربما شاب مثلا عنده ثانوية عامة يقترن بمثلا زوجة أو شابة عندها الجامعة أو حتى عندها أعلى من الجامعة. نعم. والعكس أيضا جائز وصحيح. نعم. فإذا حصل هذا التقارب الذي نسميه التقارب الفكري أو التقارب. نعم. طبعا تخصصي ليس في الاجتماع. نعم. لكن أعتقد أنه من الشيء المنطقي. نعم. ربما يساعد التقارب، ربما يساعد التقارب، لكن يجب ينبغي أن ننظر إليه كعامل محدد أو عامل حاسم في العلاقات الزوجية. نعم. والتوافق بينهما أهم شيء، التوافق. التوافق. نعم صحيح. إذن دكتور نشكرك لدردشة معنا هذه الخفيفة، ونلتقي بك في منصبات أخرى إن شاء الله. شكرا لكم، وأنا أتمنى لكل عريس أو كل زوجين بالسعادة والتوفيق. فمجتمعنا الحقيقة يحتاج إلى هذا يعني الزواج والعلاقات الطيبة. شكرا جزيلا. شكرا لك. حرفين معناها، بس حنا السعوديين زدنا عليها كم شيء. ايه بطلع من النادي واجيك يا وحش. كيف الترابيز شباب؟ اعلمكم شغل عدل. انتم 5G يا حبيبي. للجيل اللي يحب الزياده، طق لك واحده من باقات سوا بلس الجديده واستمتع ببيانات وكلمات في كل الشبكه. ستة يا ولادي، اي كلهم ماتوا. أمه زعل بكاء، زعل بكاء. انظر إلى هذا الطفل البريء. أمي أمك وأمك أمي. درب الزلك يوميا السابعة مساء على ذكريات. لقطات كوميدية، مقالٍ مضحكة تدخل السعادة إلى القلب، في مشاهد خفيفة. اسمعين بي أبو مناخير. مين؟ خيب خرير على خيب خرير. مشاهد خفيفة السبت 9:30 مساء على ذكريات. خلاص حنا سلينا ولا عاد تسأل علينا.
إن شاء الله وعقبال الذرية الصالحة وعقبال أخوان الموجودين والشباب اللي ما تزوجوا. هذا شو تقول فارس؟ ندعي له إن شاء الله أن يتوفق إن شاء الله ويبارك الله له ويبارك ويجمعهم إن شاء الله بينهم خير وإن شاء الله يوفقهم الخير إن شاء الله كلهم الجميع بإذن الله تعالى. أقول له مبروك إن شاء الله حياة سعيدة إن شاء الله والله يرزقهم الذرية الصالحة. مبروك إن شاء الله بالرفاه والبنين. نقول العرس إن شاء الله مبروك. مبروك له ولا أخوانه اللي بيتبعونه إن شاء الله. نهني الأخ فارس على زواجه. نقول له ألف ألف مبروك. في هذه المناسبة السعيدة أهني الأخ فارس وأدعو له بالتوفيق في حياته القادمة إن شاء الله. نتكلم في الموضوع. نتكلم. الحقيقة أنا لما قلت لكم إني أنا جاي بناسبكم. ولأن أنا شفت فيكم الأخلاق الطيبة وشفت فيكم الصفات الزينة وهذا طبعا اللي شجعني وخلاني أي أناسبكم. يقول فيكم وخاصة الآنسة ما تعرفنا على الاسم السباكة. سبتش والله سبتش سبيتش ويخب يا حلو هالاسم سبيتش. الله أكبر سبيتش. على كل حال إذا أخاف أنكم تبتسلون عني ولا شيء تتعبون باكر يعني أنا فعشان أوفر عليكم الوقت أنا اسمي طال عمرك اسمي ذياب دايخ ذيب بنيدر. شلحو شكل؟ قلت طال عمرك كان اسمي ذياب دايخ ذيب بنادر. الله على حظك يا سبيتش مالت على حظك وعلى قرارك. وين ساكن؟ ابتش عليك بتناسبين. وين ساكن؟ أنا ساكن طال عمرك بسكن العزابية بعد. أي أنا لا أم ولا أبو ولا أخو. الله ولا أخت ولا عم ولا خال ولا جد ولا شيء. يعني مقطوع من الشيرة يعني أنا الوريثة الوحيدة. الله يسلمك يا خطينتها المحرمة. لا ماني مقطوع من الشيرة طال عمرك. أنا وحيد أمي وبوي. أمي وبوي ما يبوا غيري أنا بس. وبعد عقب ما يبوني أنا توفوا الله خذ أمانته. أكيد بيتوفون أكيد.
المهم اقول لك الحين ايه؟ انت تدري يا اخ ديار تدري ان العرس يبي فلوس يبي تكاليف يبي مصاريف تدري؟ تطمني طال عمرك انا مرتب كل شيء. خش ايه؟ ما دام كذي عيل ايه؟ مهر اختي 3000 ألف لي و2000 حق بدلتها. 3000؟ شوي لا تضكينا ترى راح تستثمرين فيني. هو بالعطا يروح. انت سكتي معلش مني خلنا نتعجل. ايش قلت؟ حاضر لاجل عين الف عين تكرمه. خلاص عيل يبا ما دام كذي يمر علينا عقب باكر ويصير خير ان شاء الله. وشرب شايك وهو يلا ان شاء الله. حاضر يا سباكه. والله لجب مهرج مهرج علي دين مضمون الوفاء. يلا تفضل. والله لا تكون النار من قاع البحر ولا يكون الصخر من قاع الرمل. الله يجيبه. فمانه يا ذيبي الله أكبر. أما أنتك الله يا نظر عين. أما أنتك ما بغيت أعرس. الإبداع والفن مساران متقاربان وقريبا من بعض، فحينما يبدع الشخص دائما ما نقف له تقدير واحترام ونصفق له. فهناك إبداع كثير في مجال الهندسة، في الزراعة، في الطب، في كل مكان النجاح دائما يتوالى في معطياته في شباب هذا الوطن في المملكة العربية السعودية. ولكن الإبداع من نوع آخر في التلفزيون السعودي دائما ما يحققه شباب هذا الوطن، وخاصة هناك الفنيين الكثير المنتمين لهذا الجهاز من خلال التلفزيون المملكة العربية السعودية على القناة الأولى يقدموا الكثير من النجاحات سواء في إعداد البرامج أو إخراج البرامج. فحقيقة لا أطيل عليكم، تعالوا معنا إلى هذه الأغنية للفنان علي عبد الكريم والتي قام بإخراجها الزميل فهد الشليل، وهو الحقيقة قام بإخراجها محليا وتصوير محلي من واقع البيئة السعودية. ألف مبروك إن شاء الله، الله يوفقه. الله نتمنى التوفيق إن شاء الله، حياة زوجية سعيدة إن شاء الله. نتمنى لها التوفيق والحياة الزوجية، الله يوفقهم. نتمنى لها التوفيق إن شاء الله، زواجها هذا يوفقها الله إن شاء الله. نتمنى لها الرفاه والبنين، والله يوفقه في حياته ومنها الحلال ومنها العيال. أقول الله يوفدنا يوفده كل مسلم، وهذا إن شاء الله أنه من الموفقين اللي جمع ربع كلهم الله في بيت العرس. أحب أهني أخوي فارس وأقول له مبروك وبالرفاء والبنين ومنك المال ومنها العيال إن شاء الله. أبارك لولد عمي فارس بمناسبة الزواج وأقول ميد مبروك وبالرفاء والبنين. أهني أخوي فارس بالزواج وأقول ألف ألف مبروك. مبروك الفارس. أقول لأخوي فارس مبروك وإن شاء الله بالرفاء والبنين. هو أميرستان حياكم الله، هلا بيكم، شرفتونا، شساميكم. عنب عنب كأنه مصنوع من النور وقد صب في قوالب البلور. آي تفاح تفاح يا تفاح يا خدود الملاح. معدك يا أشعر مغص في الأمعاء من كثرة الجوع وقلة الغذاء. هو ما هو الدواء؟ أكلة من هذا التفاح المعطر، أو عنقود عنب بلون العنبر، أو رطل موز طعمه سكر. وكيف نشتري هذه الفاكهة من عند أبي إياس ونحن مصابون بداء الإفلاس؟ قال أبو جديلة: إذا لم يكن معك دراهم فالجأ إلى الحيلة. وبما نحتال عليه. اسمع
تتظاهر بالبكاء واتبعني. هيا هيا. ولماذا تبكيان يا أبا إياس؟ مصيبة حلت بداركم، عجيبة غريبة. مصيبة؟ وما هي هذه المصيبة؟ جحش أبي فرناس عض ذراع ابنك إياس. يا ويلي. أسرع وخذ الولد إلى طبيب البلد. يا ويلي يا مصيبة. يا ويلي. أسرع. هيا احمل ما تقدر على حمله والمتنع بالهرم. هيا كم هو لذيذ أن يأكل الإنسان بدون أن يطمع الأسمان. رجع أبو إياس يا أشعب علينا بالهرم. يظهر أنه تذكر أن ليس له في البلد لا زوجة ولا ولد. هيا. يا ويلي يا ويلي يا أهل السوق يا أهل السوق. أيها الناس، لقد نهبني أشعب وأبو زرافة وأخذا نصف البضاعة. أنجدوني أنجدوني يا جماعة. كبير البخلاء فأنت سيد الأشحاء. أنا آكل في اليوم مرتين وأنت تأكل مرة في اليومين. أنت إذا أكلت أغلقت باب دارك حتى لا يشم رائحة الطبيخ أنف جارك. أنت إذا أردت أن تأكله أدخلت الرغيف تحت اللحاف وطول عمرك تعيش على الخبز الحاف. ماذا؟ أنت رجل صحيح؟ اسمع يا كندي ويا أبا دحمان، لماذا هذا الصياح؟ لقد بعته حمارا منذ عامين وجاء اليوم يطالبني بأن أدفع له درهمين. فلماذا تريده أن يدفع يا أبا دحمان؟ لأنني خسرت بالجحش يوم بعته درهمين. وكم بقي الجحش عندك وأنت تستخدمه يا نور العين؟ استخدمته شهرين. افرض أن الجحش اشتغل عندك كل شهر بدينار، لا يحق لك أن تخسر به درهمين؟ الآن أطمعتني ولم يبق للجحش شيء في ذمتي. والآن يجب أن يتصافح الكندي وأبو دحمان. ماذا يقول الحمار يا أبا زرافة؟ وهل أنا أفهم بلغة البهائم والبهم يا قليل الفهم؟ ما بك تشمشم يا أشعب كما يشم الثعلب؟ إنني أشم رائحة طبيخ شهية تأتي بالقابلية. طبيخ عليه بهار وكمون تزقزق له عصافير البطون. قم لنرى من أين تفوح هذه الروائح التي هي أشهى من العطر الفائح. هيا. وجدتها يا أبا زرافة. ماذا وجدت يا حسن القياس؟ الرائحة تفوح من شباك الكندي. أجل وكيف العمل؟ اسمع، انتظر أنت هنا وراقب لأدخل أنا وأحضر لك الأطايب. هيا بالعجل بلا خوف ولا وجل. هيا. الشباك مفتوح. انتظر هنا. أشعب، لا تنسى الخبز، فتش عنه في الخبايا فإن الكند يضعه في الزوايا. بك حمارا كأنه الأبجر. أنا لا أصدق حتى أرى بعين. إنه الكندي ومعه أبو دحمان. هيا لنختبئ تحت الخيش ونترك الطبيخ والعيش. ضع فوقها شيئا حتى لا ترى. هيا ضعها هنا. تعال وانظر كي تصدق.
أمهلني قليلا لأستريح. وأنا أستريح معك. أهذا هو الحمار؟ حمار عجيب ذكي لبيب، يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى العبارة. بحسب ما وصفتك بالنه، فتن تريد أن تبيعني إياه؟ شريته بأربعة دنانير، وأريد أن أربح به نصف دينار. إنني أشم رائحة طعام شهية. هذه الرائحة من عندي، لقد أهداني جاري أبو عجاجة بطة ودجاجة، وأم الزهر تطبخها لنا كي نأكلها بالهنا. سأعطيك ثمن الحمار. فهل تدعوني إلى تلك الوليمة ذات الخضر والقيمة؟ شرط أن تكتفي بالقليل. يا ويلي، إنني أشعر أن الأرض أصابها زلزال. يا ويلي، صدقت بما كنت. هيا احمل القدر والمسرع بالعرض. هيا. يا ويلي، أسعد كيس فيه نقود. نقود؟ لا أقدر أن فيه 100 دينار. حس أكتم السر لئلا يسمعنا الحمار. ليس أصيح، هي حمار، أنا لست أبا زرافة. وأنا لست أشهد، وإذا سألك عنا أحد فقل إنهما غريبان عن هذا البلد. فاهم؟ أحمد الله ونشكره أن أتمن علينا بهذه الليلة المباركة. وأنصح الأخ فارس بأن يلتزم بطاعة الله أولا، ومن ثم بالانتباه لنفسه. الله هنيه بالزواج، وادعو له ان الله يوفقه ويرزقه الذريه الصالحه ان شاء الله. والله اتمنى له ان شاء الله الحياه السعيده في حياته الزوجيه القادمه، والله يوفقه ان شاء الله. اول شيء اقول له الف مبروك وحياه زوجيه سعيده ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله، وعسى الله يسهل له امورك كلها ان شاء الله. اني اخوي فارس من نفس الزواج، واقول الف مبروك، اتمنى له حياه سعيده ان شاء الله في حياته الزوجيه الجديده ان شاء الله.
تدور في الأذهان من وقت لآخر في بعض المكالمات التي وصلت إلينا أو الرسائل الفاكسية أو البريدية عودة المشاركة الهاتفية أو الرسائل الفاكسية أو الرسائل البريدية عبر هذا البرنامج كما كان سابقا. نعد الإخوة والأخوات بأننا نحن في طور الإعداد لهذا البرنامج من حيث ترتيبه مجددا وإظهاره بصورة أفضل مما هو عليه الآن في الأيام القادمة إن شاء الله. وستعود مشاركاتكم الهاتفية وكذلك رسائلكم الفاكسية وكذلك رسائلكم البريدية، فأنتم أساسا لهذا البرنامج فهو منكم وإليكم. الآن أعزائي المشاهدين تعالوا إلى الفقرة التالية من فقرات برنامج أفراح وتهاني. الله يا ذا الغزال خدت الدلع والدلال، الله عطاك الجمال واحكم على مهلك يا ذا الغزال خدت الدلع والدلال، الله عطاك الجمال واحكم على أيها
والإخوة والأخوات، كانت هذه الفقرة الأخيرة من فقرات برنامج أفراح وتهاني. أتمنى أكون قدمت أنا وكافة زملائي في أسرة برنامج أفراح وتهاني على ما يحوز على رضاكم واستحسانكم. شكرا لمتابعتكم، ولنا لقاء في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك يا اللي بتربي بنتك ويا حرصها ربي.